يقولوا اللي ما يشوفش من الغربال عما كاين بزاف ناس ما يبغوش يعرفوا حقيقه الناس اللي دايرين بيهم سيرتو الا كانوا يبغوهم ومتعلقين بيهم بزاف مرات يفضلوهم على اقرب الناس ليهم حتى ولو كانوا والديهم الحكايه تاع اليوم حكايه مختاريه من ولايه وهران بالضبط الحمري باغيه تحكي حكايتها باش تنصحوها وفي نفس الوقت شيرات باش تأخدو منها العبره اليوم باغيه تحكي على معاناتها مع مرتوها وكيفاش تحقرها وتعيرها البايره وتاني كانت سبب في وفاه الام تاعها السلام عليكم شيرات كي راكم دايرين ان شاء الله راكم غايه ومهنيين وفرحانين نتوما وكاع العائله تاعكم مرحبا بكم في فيديو جديد وحكايه جديده ووصفه جديده كما شفتوا في بداية الفيديو راح نحكي لكم حكاية مختارية حكايتها جد مؤثرة وجد حزينة نوعا ما نتمنى منكم الشيرات تبارطاجوا هذا الفيديو لو ماكسيمو تاعكم هاكا باش يلحق الاكبر نسبه من الناس باش يشوفوه وياخذوا منه العبره وقبل ما نبداو الفيديو تاعنا الشيرات كالعاده نتمنى منكم تدعموني بجام واللي جديده نقولها مرحبا بك اشتركي في القناه باش يلحقك كاع جديد ويلا الشيرات نبداو الحكايه تاعنا على بركه الله تقول مختارية في عمري 45 سنة عزباء وعندي إعاقة بسيطة في رجلي وساكنة عند خالتي اللي ما راهيش قابلتني قاع نقعد عندها والله غالب ما نقدرش نخرج ونكري وأنا يا مازال عزباء ما لقري كنت عايشة غاية في دارنا أنا وما أخويا الوحيد وبدأت معاناتي أنا وما الله يرحمها بعد زواج خويا بست أشهر في الفترة الأولى كي كانت مرت خويا عاد عروسة جديدة أنا كنت نخدم من الثمانية تاع الصباح حتى الخمسة تاع العشية باش نرجع للدار، ما كنتش نعرف قاع كاين وخويا أكيد كان خدام خويا تاجر ما يقعدش بزاف الدار، صار إله كيما أنا، ومرت خويا بطبيعة الحال هي اللي تقعد مع ما دايما، المهم راح نحكي لكم شوية تفاصيل قبل ما نجيبو مرت خويا كيفاش تعرفنا عليها وكيفاش حتى جبتها عروسه الخوية ومن بعد نحكي لكم واش دارت وتحكمون نتوما يا انا ظالمه يا هي ظالمه وما عندها بزاف امراض مزمنه من بينهم السكر لا العبره وكي شافت خويا وصل 35 سنه قالت لي يا بنتي انا مريضه راني بغيتك تزوجي خوك ونفرح به قبل ما نموت هاد الجمله دائما تقولها لي قعدت نخمم بيني وبين روحي قلت والله غير نحوس له وحده شابه وتكون صغيره ومن ذاك النهار بدات رحله البحث عن العروسه الشابه والصغيره بديت نسقسي لفامي تاعنا الناس اللي نعرفوهم وحتى صحاباتي في الخدمة وأكيد نشرط لهم تكون صغيرة وتكون شابة وتاني تعرف الطيب تقوم بالدار راكم عارفين هذه التفاصيل حتى لواحد النهار قعدت نحكي انا وصاحبتي في الخدمه قلت لها زعما على خويا راني نحوس له ومازال ما لقيتو كاع قالت لي كاينه وحده ما شاء الله صغيره وشابه وقاريه زعما كل شيء كامل مكمول فيها إلى راكي باغيه تخطب بها الخوك قلت لها صحه ماذا بيا نروح نشوفها واذا عجبتني وشتها شابه وكاع اكيد هي اللي راح تكون عروسه لخويا وقبل ما نروحوا لهاد العروسه ونشوفوها ونتفاهموا معها وكاع هدرت مع ما وقلت لها لازم نهدر مع خويا ونفهمه باللي صاي راني لقيت لها عروسه ونروحوا نخطبوها وكما كان الحال كي جا خويا العشيه فتحت في الموضوع وقلت له كاينه شيره بزاف شابه وصغيره وقاريه وكاع راني باغيه نخطبها لك اذا راك قابل من غدوه نروح نخطبها لك اي مانيش عارفه كاع ماله نقلب وجهها هك وقال لي شكون اللي قال لك روحي خطبي لي انا اصلا دروك ما في راسي كاع الزواج بديت نهضر معاه قلت له كيفاه ما رش في راسك الزواج راه في عمرك 35 عام وامك راها مريضه وباغيه تفرح بيك لازم تتزوج سيرتو من راني بايا نجيبلك عروسه شابه وفي عمرها 17 عام قال لي ما عندك ما تقنعيني انا ما رانيش باغي نتزوج قعدت نعيط عليه قلت له كيفاش وكاع لازم تفهمني علاش ما راكش باغي تتزوج جابها لي من الاخر وقال لي راني باغي وحده وعاجبتني الا تروحي تخطبيها لي صحه قلت له صحه قول لي شكون كي حكى لي عليها وكاع انا نعرفها هذيك الشيره ما نكذبش عليكم عاقله وناس ملاح بصحة كبيره في عمرها 34 عام صغيره على خويا غير بعام وانا يا باغيه نجيب له وحده صغيره وكاع سيرتو من مسكين بطا عنده شعال ما تزوجش ما رانيش باغيه خويا زعما كبر كبر ومن بعد يدي وحده كبيره يعني لازم تعذروني في هاد الـ النقطة ومن بعد هدرت معهم ما وقنعته وقاع وقال لي صح اختي راني موافق روحي شوفيها وكي تتفاهموا كاع نروح انايا ونديروا الرؤيه الشرعيه ونشوفها اذا عجبتني اكيد راح نقبل بيها وكما كان الحال وجدنا الكاطو تاعنا والخاتم زعما راني متاكده بلي راح نديها على الهضره اللي هضروها فيها وكاع عجبتني من بعيد ديت ما وديت خالتي ورحنا للشيرة ما نكذبش عليكم الجمال تاعها ما عقلكم شعال شابة شابة بزاف وصغيرة عندها لاطاي مثقفة وتعرف تهدر تما قلت لها أنت هي نديك وما نكذبش عليكم حتى هي كانت فرحانة وزع عجبها الحال وقلت لهم زعما الجمعة الجاية ان شاء الله يجي خويا يشوفها ونديروا لها الخاتم وكما كان الحال راح خويا وعجباته وانبهر بجمالها آه يعني ما امنش بلي هذه راح تولي الزوجة تاعه قعد غير يشكر فيا انا وما وبعد ما تفاهموا على الشروط وقاع وكانوا الشروط تاعها بزاف غاليين يعني المهر تاعها والذهب تاعها والسني تاع الحنه وهذوك التقاليد تاعنا تاع وهران دفعنا فيها بزاف دراهم بالك واحد 120 مليون هكاك شرطوها وكاع هكاك وقلنا تستاهل يعني ماشي خساره فيها راح تولي كنا ورح تولي بنت وسيرتو مين انا خدامه وكاع قلت تقعد مع ما وتونسها المهم الحق نهار تاع العرس قمنا بالعرس تاعنا وفات عرس ما شاء الله حضروا لا فامي الجوارين ليسونسييل كاع شويه حنا وروايحنا كانوا حاضرين في هذاك العرس وكاع الناس قعدوا مخلوعين في هذيك العروسه قعدوا يقولوا شعال شابه صغيره بزاف كيف راجلها في عمره 35 وهي في عمرها 17 زعما عروسه لقطه وما نكذبش عليكم انا وما وخالاتي قعدنا نفتخروا بها وفات العرس وجا نهار اللي تدخل العروسه للكوزينه وكاع كنا نقارعو واش غادي ديرنا هذا مسمان ولا بغرير ولا ليسونسييل امها قالت لنا تعرف الطيب وشاطره وكاع اي انا ايه قلت لها ديري شوربه كي جات الطيب هاديك العروسه ما عرفتش كاع باش تبدا بدات بالكروطه قلت لها لا عاودي قلي البصل مع اللحم ومنا كي شغل قعدت نشوف فيها ومن بعد عرفتها باللي ما تعرف تدير والو خبرتهم قلتلها قلت لها كنتك ما تعرف تدير والو قالت لي المهم زعما صاي زوجت ولدي وكاع ما يهمني لا تعرف ولا ما تعرفش انت قبل ما تروحي للخدمه وجدي لنا ماكلتنا وصاي وكما قالت ما وليت نوجد الماكله بالزياده مثلا كي نجي على الخمسة نحط الصاك تاعي ديريكت ونروح نوجد الماكله تاع العشاء وتاع غدوه من داك خاطر شما مسكينه تاكل دواها وكما تعرفوا تجوع وكاع لازم نوجد لها الماكله ومرت خويا ما كانت لا طيب لا والو تجي تعاوني غير في المواعين في التسياق هذا فيها شاطره يعني الطياب ما تعرفش ماشي كيما الشيرات نتاع دروك زعما راهم في اليوتيوب يشوفوا في القنوات كاع راهم يتعلموا هي تعرف التليفون والفيسبوك فقط بديت نتقلق بديت نهضر معاها وليت نقولها تعلمي حاولي تدخلي للكوزينه ما لازمش انا نطيب نجي عيانه وكاع ولات الشيره تزعف وترد لي الهضره ولا تقول لي ما جبتينيش خدامه اه انا نقول راجلي يجيب لي ماكله من برا ما عليا الى عينك في مك قعدي وطيبيلها لها في الدار وبقينا على داك الحال مده طويله انا ننصح فيها وهي ترجع لي الهضره وفي هذه الفتره انا كاع ما كانش على بالي شراهي دير شراهي تخطط وتخمم كانت كل يوم تحرش خويا عليا وتقول له راهي تغير مني راهي حاقرتني ضليت عاير فيا زعما مين هي في عمرها 17 عام وانا في عمري 43 عام في داك الوقت وخويا بطبيعه الحال كان يامنها خاطر شايفني انا كبيره وكراعي كما قلت لكم عندي اعاقه يقول لك اختي راه فايته الزواج تغير منها وليت كي نرجع انا من العشيه على الخمسه ولا الخمسه ونص ومرات حتى للسته نلقاها مجبده شعرها ودايره سيشوار ما لا عشاء لا قهوه العشيه لا والو وما مسكينه كما قلت لكم تاكل دواها بالوقت تاكل الصباح وتاكل نص النهار وتاكل العشيه وتاكل في الليل ولازم عليها واحد يدور عليها يعطيها الماء يتهلا فيها أي زدت انا وليت نهضر وانا قريش ما عليكم قعدت نقولها كيفاه ومنا ومنا بصح ما كنتش على بالي باللي راهي معمره خويا عليا حتى لحق وحدة النهار اللي صرات بيناتنا دبزه كحله وكانت تتوحم دوك نحكي لكم كيفاش وحدة النهار خرجت بكري من الخدمه كانت الساعة حوالي زوج زوج ونص ما كانت خدمة بزاف وخرجنا بكري وأنا عندي دوبلي تاع المفتاح كي أنا كي خويا رايحة للدار وفرحانة قلت الرياح نوجد عشايا بكري زعما في غاردي راكم تعرفوا كي تكون وحدة عندها لابريسي تاع الخدمة وقع كي تخرج بكري أكيد راح تفرح كي رحت للدار لقيت ما في الصالة تبكي طيب زعما بكمس أمروش عقلكم تحسب واحد صوتها قعدت نقولها ما شكاين حكي لي مالكي قعدت تقول لي مرت خوك مرت نعيط لها انا يا قلت كش ما لها ولا قعدت نعيط لها رواحي رواحي راهي في الدوش قلت لها ما حكي لي شكاين قلت دمرتني وعايرتني وسبتني وما خليت ليش حتى الدفال حشاكم ودفلت عليا قاتلي أنتي انتيا وبنتك هذيك البايرة راكم دايريني خدامة عندكم قاتلي لي وتم انا يا غليت كي خرجت مرت خويا جات وصابتني في الصاله مجمعه وساكته قالت لي يا جيتي بكري قالت لي قلت لها واه جيت بكري قالت لي ونجبدها من شعرها ونطيح فيها نخبط نخبط قالت حتى طيحتها نسيت كاع باللي راهي تتوحم وكاع هي قعدت تما تجبد فيها زعما باش تسلكها مني وانا نضرب حتى دخل خويا على غفله كيما انا دخلت عليها على غفله وتم احكم عليا باللي صح انا راني نحقرها وزيد شك في ما وقالها أنتي كنتي متحاميه فيها وصوتو مرتي وما كفاش التهمه اللي تهمها لي زاد رفد فازا وخبطني بها للراس انا تغاشيت واما كي شافتني هكاك طحت والدم وكاع مسكينه طلعت لها لاطونسيون وداوها للسبيطار قعدت 8 ايام وماتت وبعد ما توفات وكاع انا يا ما عليكم نايف خويا ومرته ورحت سكنت عند خالتي حتى خويا قال لي ما نعاودش نشوفك بسبابك انتيا ماتت امه وهي بالعكس الشيرات بسبابه وبسباب مرته ماتت تما ودروك خالتي ما راهيش باغي سكن عندها قالت لي كنايني ما يبغوش ولادي من الاخر قالت لي دبري على روحك وكما قلت لكم انا في عمري 45 عام تما كبيره وزيد عندي اعاقه في كراعي شكون اللي دروك يخمم يتزوج بيا شكون اللي يخمم يدير فيا الخير حتى والملجا الوحيد اللي يرفدني ويسترني هو دارنا نصحوني الشيرات كيف ندير باش نعاود نرجع نسكن في دارنا ونرجع لحياتي الطبيعيه كما كنت وهذه هي الحكاية تاع اليوم الشيرات حكاية فيها عبرة كبيرة لكم سواء وحدة كبيرة ولا صغيرة في العمر هذا هو الهدف من سردي للحكايات لإعطاء النصيحة ولأخذ العبرة أي وحدة بغية تتواصل معايا راح نخلي لكم الانستغرام تاعي هنا الفوق الشيرات تواصلوا معايا وأكيد إن شاء الله راح نحكي حكاياتكم كما تبغون ودروك لحقنا نهاية الفيديو والحكاية تاع اليوم نقولكم لكم تهلاو في رواحكم نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد وحكاية جديدة تبخلوش علي بجام وبارتاجوا هذا الفيديو لو تاعكم تهلاو في رواحكم الى اللقاء